نجاح جديد لجمعية نساء معيلات الأسر بإعادة ولد وبنت للتعليم بعد إنقاذهما من وضع تشغيل غير قانوني كانا فيه. الجمعية مستمرة في إرشادهما وعائلاتهما ضمن مجموعة من الأطفال ضحايا العمالة في مراكز الإيواء التابعة لها. هذه الحالات الثنتين من الحالات اللي انتشلناهم من التشغيل، دمجناهم في المدارس، ومن خلال ذاك الدمج اللي عدلت لهم الجمعية رابطة النساء معيلات الأسر على أنهم أماتهم أعطاوا لهم ذوك القروض من أجل إياك على أنهم يعودوا يعاونوا الأسرة في حياتها اليومية. وهذا جمعيات حقوقية تعمل في المجال سجلت حالات كثيرة من عمالة الأطفال في البلاد وتعيد أسبابها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفقر في العديد من الفئات. ظاهرة عمات الأطفال عنها عادة ظاهرة منتشرة حتى خصوصا في الطبقة الهشة بسبب ظروفها اللي تعاني منها، مثلا الطفلة عندها 15 سنة والله 12 سنة اللي تمشي تخلي قرايتها وتمشي تشتغل شغالة من أجل تعيد أمها والله والدها والتعبان. الجهات الحكومية لا تخفي وجود الظاهرة رغم ما تتحدث عنه من قوانين وإجراءات تقول بأنها ساهمت بشكل كبير في تقليص وجودها عما كانت عليه في السابق. عمالة الأطفال وموريتانيا تعاني منها كيف مختلف البلدان شبه المنطقة، وعندها أسباب متعددة، والجهود المبذولة هي تصدي لذلك الأسباب. المناطق اللي تعود فيها ظاهرة الأطفال اللي في وضعيات غير طبيعية تعود ظاهرة ذيك هي متستفحلة، درنا فيها مراكز، وهي المراكز تستقبل هؤلاء الأطفال وتعدل لهم برامج تأهيلية، والعديد منهم تردوا للتعليم. وكانت موريتانيا قد صادقت قبل سنتين على مدونة عامة لحقوق الطفل تجرم عمالة الأطفال. حسب آخر إحصاءات رسمية عام 2014 فإن أكثر من 17% من الأطفال دون السن القانونية يشتغلون، نسب تتفق جمعيات ناشطة في المجال على ارتفاعها في ظل انتشار الفقر وغياب الصرامة في تطبيق القوانين. طيب القوت الحرة، نواكشوط.